فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بالنسبة للاعبين هذه الاولى، تشاتشاي امام باشينغ يتقدم، حلوة الركلة الترجيحية الثانية لتايلند، يتقدم دوسكي امام تشاتشاي، يتقدم مرخص الله تايلند اوكلان، وبالتالي برو نشاهد ونشوف نتابع. احمد قريب 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 فهد قريب، والله قلت لكم قريب، صدها وردها وكان قريب جدا. فهد طالب قريب، وابراهيم قريب من التسجيل، الله الركلة الترجيحية لتايلند الخامسة والأخيرة، الخامسة لأمجد عطوان الحاسمة، الله أول منتخب